ويقول مسؤولون عراقيون أن الجهاز الذي يعد الأقوى من بين التشكيلات العراقية العسكرية والأمنية ويتمتع بترسانة عسكرية متطورة وتدريب أمريكي عال يشكو من تدخلات قادة وزعماء ميليشيات الحشدة والتجاوز على صلاحياته الدستورية وصلت أخيرا إلى تهديد بعض قيادته البارزين، فيما يربط مراقبون ذلك بصراع الأجندات والنفوذ الإيراني والأمريكي داخل العراق الذي يأخذ منحا جديا وأكثر حدية من السابق بشكل قد يهدد الاستقرار الهش الذي بدأ للتو في العراق. ووفقا لمسؤول عراقي بارز في بغداد تحدث لصحيفة العرب الجديد فإن شكاوى من قيادات وضباط جهاز مكافحة الإرهاب تتزايد عن ضغوط وتدخلات الحشد في عملها وسعيها للتغلغل داخله كما فعلت من قبل مع الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. وأضاف المسؤول أن مشاكل حادة جرت بين بعض قادة الجهاز وعناصر بارزة أو قيادات بميليشيات الحشد حاولت التدخل في عمل جهاز مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتنفيذ مهام نوعية أو تحركه في مناطق نفوذ الميليشيات حيث يجد مضايقة في ذلك.